Wenn Maha Alusi aus Berlin ist, dann brennen sogar drei. Dann wird sich das gleich ändern. Die Zeit antwortete. من يتابع كيف تختفي معالم أنوثتها بمرور الساعات سوف يدرك على الفور حجم الإتقان في هذه القطعة الفنية. في البدء شمعة واحدة، ثم ثلاثة شمعات وأربع، ثم شمعتان، وكأنها حوارية متكاملة بين عوالم تتبادل الأدوار، حيث تتمحور الفكرة في التعاون بين الناس من أجل الوصول إلى الهدف المشترك. وكأن المصممة تريد أن تقول إن الإنسان يستطيع أن يخلق صوراً غير نمطية للجسد الواحد، فتمخضت الفكرة بهذه الشموع كأشكال تدل على مبدأ الشراكة في الجسد الواحد. الشمعة بحد ذاتها تحكي قصة الوقت في الطقوس والتقاليد، لكن الفن، أنا معمارية واطلعت بمحاولات إلى تجسيد الوقت، ولما حاولت أجسد الوقت اتجهت إلى الشمعة كلغة لتعبير عن الوقت. مها الآلوسي سيدة عراقية الأصل، أكملت دراستها في كلية الهندسة في جامعة بغداد، ثم انتقلت إلى لندن وأقامت فيها عدة سنوات إلى أن استقرت في برلين، وهي تعمل في ألمانيا بشكل دائم في مجال الهندسة المعمارية وصناعة الشموع المتشكلة منذ 13 عاماً. So I took the story of a candle wrapped around it the two characters of the flame as in time and youth as this beautiful sculpture. الشمعة هي العمل الفني الذي كان بمثابة نقطة تحول كبيرة في مسيرة السيدة مها المهنية، حيث اتجهت الآلوسي إلى الشمعة لدلالتها الرمزية عن الزمن، وقد نالت أعمالها استحسان الألمان ولا سيما الطريقة الهندسية والفنية في صناعة شكل الشمعة التي تحوي على عدد من الفتائل في داخلها. فعند احتراق أول جزء من الشمعة تبدأ العملية في سلسلة من الاحتراقات والذوبانات لباقي الأجزاء تباعاً، ضمن منظومة هندسية فنية غاية في الدقة يمكن ملاحظتها أكثر من خلال تسريع الصورة. في عام 2007 أتت مها الآلوسي ومعها براءة الاختراع وأرادت العمل معنا. في البداية أصابتنا الدهشة لأن هذه الشموع لم تكن كالذي نعرفه عن الشمع، تشتعل وتنير المكان فقط. الآلوسي جعلت من شموعها النافذة لقص الحكاية. لغة الشموع في سرد القصص كان الهدف الرئيسي في مشروع الآلوسي الذي بدأته بالتصنيع اليدوي في أول خطوة من مشوارها العملي، وذلك عن طريق مصانع في الصين، ثم انتقلت إلى التصنيع في كندا بواسطة بعض المكائن البسيطة، واليوم بدأ الحلم يكبر من خلال تصنيع مكائن وقوالب خاصة لشموعها. فبعد فترة طويلة من دراستها لتصميم وتصنيع ماكنة خاصة تساعدها في إنتاج هذه الشمعة، حصلت أخيراً على براءة اختراعها. أتقنت التصنيع، بديت بالتصنيع اليدوي بالبداية في نطاق صغير في برلين، مئات من القطع، ثم حولت إلى التصنيع اليدوي في الصين، آلاف من القطع، ثم في كندا التصنيع الشبه مكنني في كندا، وأيضا التحدي الكبير هو كان المكننة، استعمال المكننة في تصنيع، وأنجزت الماكينة التي تمكنني من
هذا التصنيع، كل هذه الأمور، وبهذا الصدد حصلت أو قدمت على براءة اختراع. عندما حاولت الألوسي تسويق منتجها قبل عدة سنوات لم تكن تتوقع أبداً هذا الانتشار السريع لشموعها في السوق الألمانية، حتى بدأت العروض تنهال عليها من كل حدب وصوب لتسويق منتجها إلى جميع أرجاء العالم. في بدء الأمر توقعنا أننا سنواجه صعوبات في التسويق، هذا شيء جديد وغير تقليدي في عالم الشموع، فيه مزيج واضح من الإبداع. ومع مرور الوقت عملنا مع بعض في الصناعة والتسويق وكان النجاح مذهلا. أقامت مها عدة معارض لها في فرانكفورت وهامبورغ، وتخطط لإقامة معارض أخرى في كل من إنجلترا وفرنسا وإسبانيا. توجهت أولا إلى معارض في فرانكفورت في ألمانيا وهامبورغ ودورتموند، وثم الآن نحن في صدد معارض في إنجلترا فرنسا وإسبانيا. شمعة، بالنسبة لمها الألوسي رسالة أرادت من خلالها أن تقول إن على الإنسان أن يستمتع بالوقت الذي يمضي من خلال النظر إلى احتراق الشموع ومراقبة مراحل ذوبان التشكيلات مرحلة بعد أخرى بعين الناقد الفني، وكأنك تنظر إلى لوحة فنان. هناك رسالة معينة أريد أوصلها من خلال استعمال الشمعة كلغة للتعبير عن زوال الوقت. حياتنا وإن كانت طويلة هي قصيرة، هي محدودة، وكل لحظة من حياتنا كيف ممكن أن نحولها إلى لحظة سعيدة؟ احنا ما راح نقدر نوقف الوقت، لكن السؤال في هذه الرسالة هل ممكن انه نستمتع بكل لحظة؟